ضرب او بالاحرى بتاخذ كفوفك مثلا، معك كفوفك بصير تضربه هيك هيك، عم تهينه اهانه، هو كيف عم تهينه بس ما بتضرب الماسك، فهم؟ كيف عم تهينه بده يرد على كرامته، فهمت علي؟ ما من المس الضرب، ايحاء بالضرب مش الضرب، عم تصاب علي؟ ايحاء بالضرب. في معك شيء هيك تلفته فيها يعني هيك محرمتك شيء شيء من حدا؟ مش عبد العزيز شيء لا لا مو هذه محرمه، محرمه شيء اوكي خذ هيدي خزينه في كلينكس. طب استاذ لا افوت انا كابتن عادي ها افوت انا وانا خذ هيدي اوكي يلا بتفوت انت عادي وعم تغني ل افوت كابتن ايه مثل جاي عادي عم طلع انت ما بتطلبها من تحت، ما بتطلبها يعني انت ما بتتدنى يعني بتجي هيك، انت دائما بعزة نفس تانيا، فهمت كيف؟ بعزة نفس بتغير بصوتك، تلعب بصوتك، فهمت كيف؟ أوكي. بعدين بتبلش تحكيها ما بعرف شو تحكيها، وبتخبرها عن انجازاتك وبتحكيها عن بطولاتك، انه انت هلا لو وصلت لعندها ما بعرف شو عملت كم واحد. بصير ادخل واحكي لك كلمتين واغني لها. خليني نحن بدنا نتعلم الحكي. الحكي. فايت انت وعم تغنيها عن بطولاتك قديش لقيت صعوبه لجيت، قديش شلت حواجز على اساس ثانيه كل شيء في بادي جارديه بيا حطيتهم انت ما توصل لها، انت قطعتهم هودي وقومتهم وكلهم ما بعرف شو صار معك، فهمت كيف؟ وجاي عم تغني لها الغنيه. فهمت كيف علي؟ يعني انت بدك تغريها. انت ما منها صديقتك هي. انت مغروم فيها. حببها فيها. حببها فيها، ممكن تغني لها، ممكن هيك، وانا بقول لك امتى بتفوت. سامع؟ يلا. وانت بدك تفوت انت واصل ركض سمعته عم بعيد. يلا. بس المشي اذا كانت شوي غلط يعني. ما انا مشكلة حبيبي، يلا ما انا مشكلة. المشي مش بس غلط، كثير غلط، مضطر وقف لك اياها، شو بك نسيتها؟ مانك فايت انت عسكري بالجيش، اوكي؟ في ها 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 فيك تعمل هيك ها اذا بدك، رجع وقف على راس صبيعك، مشي مشي على كعب صبيعك توقف، اوكي؟ تضرب تطلع راس صبيعك، تطلع راس صبيعك يعني تطلع هيك وبتحطها هيك هوب فز هوب امزح بجسمك، امزح، ما تكون مشنج. هيك؟ لا انك شو عم تعمل لي؟ عم تعمل لي هيك انت. لا، ليك دعست على مثل واحد بدك تبعث شيء. بوف معسته، شيل اجرك هيك وبوف معسه. معسه بقوة، ايه بس مش انت عم تمعس بوجهك، بجسمك كله انتو عم تمزح. هي هب يلا. أكثر واحد يمعس فوق حشراته. يلا. يلا. هيه اوكي لشو خيفين طبعا هي هب هيه هب 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 هو قصة الطلعة الصبية ما بيعرف المشكلة هيك طلعة هي مش عم تقرب ليك حبيبي شكلك يجنن بس مش عارف تسوي حركة المعسة هذه على اساس تضلني معس اوكي ليك انا عم اعمل هيك بطلع هيك بطلع هيك اوكي اوكي هل مشي بشي عادي اوه هوب 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 برافو هي ها. اوكي ليك بس تحط هيدي بدها تيجي هيك ها 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 كشر كشر كابيتال اوكي ما لا تكشر ولا شيء ما في خناع امزح بجسمك يلا لا تكشر كل تبن حش تعطي ارشادات يا اخ مشان منكم نستفيد طب عندما اوصل انه بدي انادي بتنادي لها بتغني لها تانيا ممكن ما تسمع منك تانيا يعني فيك تغني باسمها مرتين ثلاثه اسمها بعدين تعطيها شي سيرينادا هيك فهمت كيف؟ ما بعرف قوم انت فهمت كيف؟ فهمت علي بسمه غيرنا لك يعني نحن هالنيه اوكي صح؟ لا مشي هلا خلص خلص هيلو كان ايديك فوت بعد مرة بعد مرة صعبة مش انها صعبة سهلة هي بس بدها هذا مو كابتن هذا هذا يلا حبيبي يلا يلا يلا
شو بك يا زلمه؟ بيمشوا اجريك بيوقفوا ايديك، بدك تمشي اثنين اوكي وايديك هيك هي هوب يا خيي. في تسمع اي اي واحسن في البادوا يعني مشيت الوز تبع الالمان عمل لي اياه لشوف امشي هوب هوب عمل لي اياه لشوف اوكي هل ما تعمل لي هل هي بلش تعمل هوب 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 ايوه هوب ايه بس شو هيك عم تعمل لي راس بلي هوب اجت ايد ورا عم تجي هوب ايوه هيها اوكي هوب صعب والله صعب روبيه دينيرو لا لايك وين الصعوبه وين الصعوبه مش انه انتبه صعوبة المشكلة إنه ما ليش وقت اللي بيجي كنت أعملكم بالأول حركات إيقاعية لتمشي الموسيقى لجسمكم يحلحل وتقعدوا تقولوا لي لشو هودي كلهم بفيدوا إذا حركة بسيطة هيك عم تاخذ مني معي وقت أوكي فيك تعمل هيك هيك لك شو بك بضيع هيك هيك أيوة هيك هيك هلني هيك 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 جرب اوكي ايوه اه يا يحيى صح كيف برافو بس حط لي هيدا يكون هيك واقف مباشره منخورك مش واقف طلوع هيك بيكون اوكي هل انبلى هو لازم يكون طلوع اساس انت انه انا ما حدا بتشم الاعالي انت بتطلع للاعالي الناس حدك برغش انت اذا عشقتك توقف فوق دائما ما ممكن تطلع فيها هيك ابدا هي فوق فتاة احلامك هي في الغيوم وانت طائر اليها تانيا تانيا تدا تانيا ما بعرف فيك تتفلسف قبل ما تغني لها يلا صح ايه مش الحال بعد مرة فوت يعني شوي العب لي اياها بصوتك مثل واحد مبسوط بحاله وقفت هون على النجمة وقفت على الستراك وبتصيح بثانية جرب نشوف توتو ابو التوت لك ابو التوت هي مره طيب ماشي ايه ابو توتو اسم كلب يخرب ذوقك عم تعيط توتو يعني هيدي اذا كانت بتحبك بتهشل هذا انا ابو التوت ساجر زيتون صاحب الفلوجر ده عيدنا اول جاعد ابو التوت شو ابو التوت غرم ببنت حبيبي مش شاب ابو التوت شاب صار طيب اوكي ابو التوت ساجر زيتون صاحب الفلوجر يلا خلص خراس يا عبد الكريم ودي تحيه ابو ستوس تانو تانيا حياتي بحبك حبيبة تانو حبيبة قلبي قطعت جبال كرمالك ذبحت الدنيا كرمالك تانو بغني له وبدق له وغير بحبك ما بقلا بحط عراسي من فوق قدام العالم كله بغني له وبدق له وغير تانو ما بقلا بحط عراسي من فوق قدام العالم كله